مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لما رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم عنا انواع مختلفه من المتقرمشات، عنا اصابع الديك الرومي، عنا كرات اللحم بالجبن، عنا تشيكن نوجيتس، وعنا سكالوباني، وعنا نودلز الكوريه بالجبن، وعنا الباستا بالجبن والزيتون، وعنا صوص الجبن، هذه صوص شيدار. اول حاجه نبدأ باصابع الديك الرومي. تغطسها هكا، بسم الله. هذا الكل تلقاهم عند المزرعة، بيان سور، تشيكن نوغيتس، أصابع ديك الرومي، سكالوباني، الكل موجودين عند المزرعة. نودلز بالجبن هذه، بسم الله. واو، مشخشخة بالجبن، كرات اللحم بالجبن هذا. فرجوا محلي هذا على شكل قلب. شكل دبدوب. نجربوا توا الباستا بالزيتون. بسم الله. بنينة.
على فكرة الباستا أبان من نودلز. بحسي تون تونسي هذا. سكالوباني. صوص الشيدار حاجة أخرى. القلم مش عادية. كرات اللحم. تمشي للمزرعة تعمل ميلانج تاع بانيه تكلف لك 20 دينار. واو. حرف ام اللي اسمه يبدأ بحرف ام يعمل كومنتير.